السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. وهالمرة عندنا هاي اللابتوب الجيمنج من ايسر نيترو، طبعا الموديل الكامل مالتها ايسر اي ان 515 شريحة 51 شريحة 56 98. مثل ما واضح امامكم، مشكلة هاي اللابتوب اخوان انها معرضة لانسكاب مياه، ولما نحاول نشغلها نربط الشاحن بها نشوف انه ضوء الشحن يشتغل، ولكن لو جينا حاولنا نشغل الجهاز نضغط على زر التشغيل ماكو اي استجابة من قبل الجهاز، الجهاز ميت. راح نفكك الجهاز ونحاول نوصل لمشكلته سوية، فخليكم متابعين. Thank you.